FM. الكلمة ليك. مبادرة ياسر طيارة من الفنان صابر الباعي معناها. دونك باش نغني معاه غناية من أغاني. مازلت عرشنا يعني. مازلنا قاعدين نشوفوا نختاروا فهمت. وباش نغني غنيتي غنيتك الجديده دونك زوز غنيات باش تكون في كارتاج اكيد حفله مش تقعد في الذاكره نتاعك معناها كارتاج اول مره مع صابر الرباعي معناها ضامن اللي كارتاج معبي خاطر برشا طلعوا الكارتاج فارغ راه كيف فارغ كارتاج فارغ كيما والله هذاك علاش فرحان كيما تحكي عن لومبوتياج مثلا الثلاثه نتاع الصباح ثم لومبوتياج دونك كارتاج معبي مع صابر الرباعي مع جمهور قاسي جمهور يحب صابر دونك مش بالسهل باش يقبل فنان اخر طلع مع صابر مواجهة كبيرة صعوبة كبيرة لكن أكيد أنت حاضر لها حمزة المواجهة هذه خلاف السار هذه باش تكون مع صابر الرباعي كيفاش يعاون فيك صابر الرباعي من ناحية ثم نصائح معناتها ينجم يقولهم لك فما معناتها كي تحكيوا مع بعضكم معناتها يعطيكش فما في الميدان الفني والله شوف معناها علاقتي به اللي معناها فما اكيد معناها جانب معناتها اللي يخليني نساله في برشا حاجات نستشيره في حتى في الاختيارات الموسيقيه ابار سا معناها حكي لي كلام معناها قال لي مثلا بار اكزومبل رد بالك كما اعرف وين تحط ساقيك معناها الكلام الكوما معناها فهمت الكلمة ليك